احنا دلوقتي هنروح لزميلنا محمود في العالمين علشان نعرف منه اهم التغطيات اللي موجوده هناك. صباح الخير يا محمود. صباح الخير عليك يا هالة، صباح الخير عليك يا شاذلي، بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان. ويمكن الحقيقة احنا دايما بنكون مبسوطين معاكم بالظهور من مدينة العالمين الجديدة، واعتقد ما فيش احلى واجمل من المنظر اللي ورايا من الابراج والبحر والمية الجميلة لمدينة العالمين الجديدة. والحقيقة ده اللي بيميز مدينة العالمين، سواء كانت البحيرات او حتى بحر العالمين الجميل، اللي ما فيش حد نسأله في مدينة العالمين الجديدة عن إيه أكتر حاجة بتعجبك في مدينة العالمين إلا وبيتكلم عن بحر العالمين ومية العالمين الجديدة، وكمان منظر الأبراج الجميلة اللي ما فيش حد بيجي مدينة العالمين إلا ولازم يتصور صورة جميلة ومن خلفه الأبراج. فالحقيقة الأجواء ما زالت مبهجة في مدينة العالمين الجديدة بالفعاليات المختلفة اللي موجودة. ويمكن خلينا أقول لكم كده، امبارح كان في إيه في مدينة العالمين ومهرجان العالمين والفعاليات اللي الحقيقة ما بتنتهيش. ويمكن الميزة في مهرجان العالمين في نسخته الثانية هو حرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على التعاون مع كل المؤسسات، سواء كانت المؤسسات الحكومية أو حتى شركات القطاع الخاص. فما زلنا بنتابع طبعا سلسلة الزيارات الخاصة بالوزارات اللي بتيجي مدينة العالمين في إطار التعاون ده مع الشركة المتحدة. امبارح طبعا كان في زيارة هامة لوزيرة التنمية المحلية دكتور منال عوض، ودي كانت يعني زيارة ليها في بعد توليها طبعا منصب وزارة التنمية المحلية، وهي أول سيدة تتولى وزارة التنمية المحلية. الزيارة طبعا كانت برفقة وصحبة الأستاذ عمرو الفقي المدير الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. تفقدت المنطقة الشاطئية وتم التأكيد طبعا على التعاون الكبير اللي هيكون بين وزارة التنمية المحلية والشركة المتحدة خلال الفترة القادمة في عدد من المبادرات وعدد من الحملات الإعلانية والإعلامية طبعا في المبادرات المجتمعية المختلفة. وأشادت وزيرة التنمية المحلية بدور الشركة المتحدة في مهرجان العالمين الجديدة والحالة التسويقية الترفيهية الاستثمارية اللي موجودة من خلال المهرجان. لازلنا بنتابع كمان الفعاليات اللي كانت موجودة امبارح، وهي رحلات الطلاب الجامعات اللي لازالت مستمرة. والحقيقة امبارح كنا بنتابع حالة جميلة من المسابقات الفنون التشكيلية اللي لازالت مستمرة، من تجسيد كل المناظر الجميلة والمباني المعمارية الجميلة اللي موجودة في مدينة العالمين الجديدة بقلم الطلاب وإبداعهم طبعا. وكانوا مبسوطين جدا ان هم لازالوا بيشاركوا في فعاليات مهرجان العالمين وبيستمتعوا بكل الفعاليات اللي موجودة، سواء بيشاركوا في مسابقات الفن التشكيلي أو حتى في الحفلات الفنية أو بعض الفعاليات الفنية وكمان الفعاليات الرياضية. كان في امبارح كمان استمرار لبعض الفعاليات للفولي بول واللي هتستكمل النهاردة في المنطقة الشاطئية. لكن بالليل بقى بدأنا نتابع ونشوف في المنطقة الشاطئية مدى إقبال المواطنين والزائرين ورواد مهرجان العالمين الجديدة على المنطقة الشاطئية. والحقيقة الإقبال ده بيزيد يوم بعد يوم نظرا لتنوع الفعاليات، ونظرا إن احنا شهر أغسطس هيكون في عدد كبير من الفعاليات المتنوعة، خاصة امبارح شفنا قد ايه الأطفال موجودين مع الأسر. ويمكن تم إضافة بعض الأنشطة الخاصة بالأطفال، ومن أهمها طبعا العجل اللي موجود لكل الناس. ده كان أول يوم امبارح، وإحنا شفنا قد ايه الأسر والأطفال مقبلين على فكرة إن هم بيسألوا على تأجير العجل. فيعني خلت الواحد كده يرجع بالذكريات للمصيف الجميل والعجل اللي كان موجود في المصيف. فبدأت الذكريات دي ترجع تاني في المنطقة الشاطئية. والحقيقة المنطقة الشاطئية هي مساحة مخصصة لكل الفعاليات الترفيهية المختلفة، وبتسمح بوجود عدد كبير من الأسر والأطفال ان هم يستمتعوا بكل الفعاليات اللي موجودة. النهاردة كمان هتستكمل الفعاليات بالافتتاح التجريبي لمعرض الأسرة المصرية، وهو معرض خاص بوزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة. والحقيقة ده ميزة مهمة في مهرجان العالمين الجديدة، انه بيحافظ على التراث المصري والهوية المصرية، ودعم كمان المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فيما يتعلق بالمنتجات الهاند ميد الموجودة سواء في المنطقة الشاطئية أو في معرض الأسرة اللي هيتم افتتاحه تجريبي اليوم وغدا بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي. فبالتالي في تكامل كبير قوي في الفعاليات المختلفة. كمان بكرة هيكون عندنا كرة السلة للرجال والسيدات، وعندنا ذوي الهمم في
كرة القدم منتخب الساق الواحد، بالإضافة لأن يوم الجمعة طبعا هيكون الاحتفالية الكبيرة للفنان عمرو دياب، ويمكن إدارة المهرجان أعلنت على أن كل التذاكر تم حجزها، يعني فاضل عدد قليل قوي من تذاكر المرحلة الثالثة، فطبعا هنشوف استعدادات قوية في اليو أرينا لاستقبال حفل الفنان عمرو دياب، بالإضافة طبعا إلى كل الفعاليات المختلفة وإعلان إدارة المهرجان على أن المهرجان طبعا هينتهي في 30 أغسطس، ولكن بفعالية كبيرة وضخمة بيتم الترتيب ليها طبعا تليق بكل زوار ورواد مهرجان العالمين الجديدة. وبالتأكيد هنتابع معاكم كل الفعاليات القادمة القوية في مهرجان العالمين الجديدة. برجع لكم في الاستوديو مرة تانية، هلا وشازلي. بنا محمود جميل، يعني احنا يمكن شايفين الصورة قدام حضراتكم، فعاليات وأجواء جميلة جدا. عجبتني طبعا فقرة تخصيص يعني أنشطة للأطفال من خلال ركوب الدرجات، وده طبعا زي ما انت قلت يا محمود رجعنا تاني لأيام المصيف بتاع زمان. على العموم احنا طبعا بنتطلع للمزيد من الفعاليات والحفلات، كلنا مستنيين حفلة عمرو دياب النجم الكبير يوم الجمعة إن شاء الله، وأكيد هنتابع طبعا مع حضراتكم كل الفعاليات من هنا لغاية ما يخلص المهرجان يوم بيوم إن شاء الله.